الاولاني اللي هو ايه وظائف الكبد. وظائف الكبد طبعا اول حاجه بيدي لك الطاقه، وعندنا فيلم اسمه وظائف الكبد، يا ريت نشوف فيلم وظائف الكبد. بيديني الطاقه لانه بينظم السكر، بينظم احتراق وتحولاتها في الجسم، اللي بينظم عوامل اسمها عوامل التخثر او عوامل التجلط كده. لما بتقل الانسان بينزف. وظائف الكبد زي حضراتكم، بص الفيلم اللي قدامنا ده، الفيلم اللي قدامنا بيقول ان وظائف الكبد كتير. اول حاجه ان هو بيساعد الجسم على التجلط لو حصل جرح، وايه كمان، وكمان بيدينا الطاقه، وايه كمان، وكمان بيدينا الصفراء اللي هي البيلروبين اللي هي بتساعد على هضم الطعام، وايه كمان، والكبد كمان بيدينا السكريات المطلوبه وتنظيم السكر، الوقود بتاع الجسم. وايه كمان بيعمله الكبد، الكبد كمان بينظم لنا النشاط بتاع الجسم. يعني العصاره اللي بيديها الكبد هي اللي بتخلي الانسان نشيط. لو قلت العصاره الانسان ما عندوش هضم ولا امتصاص وعنده امساك ومش قادر يقوم وخملان، كل دي اسمها اعراض امراض الايه، الكبد. يبقى الكبد ده يعني سبحان الله المصب تماما، دي اسمها ريجينريشن او اعاده تجديد الخلايا، ودي خاصيه جميله جدا في الايه، الكبد. بس عشان احافظ على الكبد بتاعي لازم عندي ريجولر اكسرسايز، لازم اتدرب كل يوم، امشي ربع ساعه لنص ساعه كل يوم عشان احافظ على القلب وعلى الكبد، ولازم اعرق، والعرق فيه شفاء وما بتترسبش عندي الايه، الدهون. طيب دي كانت وظائف الكبد. يبقى اهم حاجه في وظائف الكبد تنظيم سكر الدم، اهم حاجه في وظائف الكبد ان هو بيعمل لي تنظيم تجلط الدم وسيوله الدم، اهم حاجه الكبد بيعمل لي تنظيم دهون الدم، وبيعمل لي كمان الوظائف الاخرى الهرمونيه وهنشوفها مع الافلام اللي جايه. بعد كده بعد ما شفنا وظائف الكبد نعرف ان الكبد له علاقه بالاحزان. النهارده الناس بقت احزانها كتير قوي ومكتئبه وحاسه بالحسره، والناس حاسه انها مش قادره تعمل حاجه في الواقع، وللاسف انه الجزء اللي بيحوش المراره جوه الكبد اسمه المراره. الحوصله المراريه دي بتتملي مراره من افراز الكبد، ولما الانسان ياكل بتفضي. المراره او الحوصله المراريه فيها من نص لتر للتر ونص. نص لتر يعني حوالي مثلا كوبايه لاربع كوبايات في اليوم عصاره اسمها العصاره الصفراويه او الصفراء. العصاره دي لما بتنزل بتيجي على الطعام تدوب الدهون وتسهل حركه الامعاء وتسهل الهضم، اسمها العصاره الصفراويه. لو حصل في المراره شيء او تسدد او الانسان زعل والمراره قفشت عليه بتعمل الم شديد جدا، الم شديد جدا، ممكن تلتهب المراره وتنفجر من الزعل والحزن، وممكن توقف في الهضم والامتصاص تماما. عندنا فيلم عن المراره، عاوزين نشوف المراره، يا ترى المراره دي شكلها ايه وبتعمل ايه وربنا عملها ازاي. اولا المراره بتجمع الصفراء من نقول عليه طحال، فالطحال بيمشي بيودي التكسير بتاع الخلايا الى هناك، وبعدين يتحوش كل انتاج الكبد بيتحوش في الجول بلادر او بنعمل الحوصله المراريه اللي بتفضي الاكل بتاعها وتفضي العصاره من نص لتر لتر ونص على الاكل لما تيجي تاكل. لكن الناس اللي بتشيل المراره او بتشيل الحوصله المراريه بيبقى عندها مشكله كبيره قوي في الهضم والامتصاص، يعني تقريبا انا ما بهضمش، انا ممتص من يوم ما شلت المراره، من يوم ما قالوا لي حصلت وشلت المراره وانا ما بعملش حاجه. المراره دي بيحصل لها انقباض، لما بتنقبض بتنزل العصاره اللي فيها. ممكن يكون الانقباض ده نيور حزن، وممكن يكون هرمونال، يعني انا وبعدين المعده بتفضي، والمعده بتفضي المراره بتفضي. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان ممكن تلتهب المراره وتنقبض المراره وتتالم المراره الم شديد جدا، ها، لمجرد ان انت زعلان او حزين. طيب عندنا كمان الكبد زي ما بقول بيحزن. الاولاني اللي هو ايه وظائف الكبد. وظائف الكبد طبعا اول حاجه بيدي لك الطاقه، وعندنا فيلم اسمه وظائف الكبد، يا ريت نشوف فيلم وظائف الكبد. بيديني الطاقه لانه بينظم السكر، بينظم احتراق وتحولاتها في الجسم، اللي بينظم عوامل اسمها عوامل التخثر او عوامل التجلط كده. لما بتقل الانسان بينزف. وظائف الكبد زي حضراتكم، بص الفيلم اللي قدامنا ده،
الفيلم اللي قدامنا بيقول ان وظائف الكبد كتير. اول حاجة ان هو بيساعد الجسم على التجلط لو حصل جرح. وايه كمان؟ وكمان بيدينا الطاقة. وايه كمان؟ وكمان بيدينا الصفراء اللي هي البيلروبين اللي هي بتساعد على هضم الطعام. وايه كمان؟ والكبد كمان بيدينا السكريات المطلوبة وتنظيم السكر، الوقود بتاع الجسم. وايه كمان بيعمله الكبد؟ الكبد كمان بينظم لنا النشاط بتاع الجسم. يعني العصارة اللي بيديها الكبد هي اللي بتخلي الانسان نشيط. لو قلت العصارة الانسان ما عندوش هضم ولا امتصاص وعنده امساك ومش قادر يقوم وخملان، كل دي اسمها اعراض امراض الايه؟ الكبد. يبقى الكبد ده يعني سبحان الله المصف تماما، دي اسمها ريجينريشن او اعادة تجديد الخلايا، ودي خاصية جميلة جدا في الايه؟ الكبد. بس عشان احافظ على الكبد بتاعي لازم عندي ريجولر اكسرسايز، لازم اتدرب كل يوم امشي ربع ساعة لنص ساعة كل يوم عشان احافظ على القلب وعلى الكبد، ولازم اعرق، والعرق فيه شفاء وما بتترسبش عندي الايه؟ الدهون. طيب دي كانت وظائف الكبد. يبقى اهم حاجة في وظائف الكبد تنظيم سكر الدم، اهم حاجة في وظائف الكبد ان هو بيعمل لي تنظيم تجلط الدم وسيولة الدم، اهم حاجة الكبد بيعمل لي تنظيم دهون الدم، وبيعمل لي كمان الوظائف الاخرى الهرمونية وهنشوفها مع الافلام اللي جاي. بعد كده بعد ما شفنا وظائف الكبد نعرف ان الكبد له علاقة بالاحزان. النهاردة الناس بقت احزانها كتير قوي ومكتئبة وحاسة بالحسرة، والناس حاسة انها مش قادرة تعمل حاجة في الواقع، وللأسف انه الجزء اللي بيحوش المرارة جوه الكبد اسمه المرارة. الحوصلة المرارية دي بتتملي مرارة من افراز الكبد، ولما الانسان يأكل بتفضي. المرارة او الحوصلة المرارية فيها من نص لتر للتر ونص. نص لتر يعني حوالي مثلا كوباية لاربع كوبايات في اليوم عصارة اسمها العصارة الصفراوية او الصفراء. العصارة دي لما بتنزل بتيجي على الطعام تدوب الدهون وتسهل حركة الامعاء وتسهل الهضم، اسمها العصارة الصفراوية. لو حصل في المرارة شيء او تسدد او الانسان زعل والمرارة قفشت عليه بتعمل الم شديد جدا، الم شديد جدا، ممكن تلتهب المرارة وتنفجر من الزعل والحزن، وممكن توقف الهضم والامتصاص تماما. عندنا فيلم عن المرارة، عاوزين نشوف المرارة يا ترى المرارة دي شكلها ايه وبتعمل ايه وربنا عملها ازاي. اولا المرارة بتجمع الصفراء من نقول عليه طحال، فالطحال بيمشي بيودي التكسير بتاع الخلايا الى هناك، وبعدين يتحوش كل انتاج الكبد بيتحوش في الجول بلادر او بنعمل الحوصلة المرارية اللي بتفضي الاكل بتاعها وتفضي العصارة من نص لتر لتر ونص على الاكل لما تيجي تاكل. لكن الناس اللي بتشيل المرارة او بتشيل الحوصلة المرارية بيبقى عندها مشكلة كبيرة قوي في الهضم والامتصاص. يعني تقريبا انا ما بهضمش، انا ممتص من يوم ما شلت المرارة، من يوم ما قالوا لي حصوت وشلت المرارة وانا ما بعملش حاجة. المرارة دي بيحصل لها انقباض، لما بتنقبض بتنزل العصارة اللي فيها. ممكن يكون الانقباض ده نيور حزن، وممكن يكون هرمونال، يعني انا وبعدين المعدة بتفضي، والمعدة بتفضي المرارة بتفضي. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان ممكن تلتهب المرارة وتنقبض المرارة وتتألم المرارة ألم شديد جدا، ها، لمجرد ان انت زعلان او حزين. طيب عندنا كمان الكبد زي ما بقول بيحزن.